يبدع الفتيات السعوديات في كثير من المواقع رغم الحواجز السلبية أحياناً، فهن كالنحل ينتقلن من مكان لمكان لجمع الرحيق ما بين الزهور، يعملن دون كلل أو ملل في جميع المجالات. الحمد لله أنا صرت مصممة الآن مجوهرات بعد ما كنت مبتدئة صغيرة، أجمع أحجار كريمة، أجمع صدف طبيعي، درست هذا الشيء، عندي شغف في المجوهرات والحمد لله. الآن صار لي براند صغير باسمي وشغلي تبيز من الجلود الطبيعية، الأصداف، الأحجار الكريمة، ونال إعجاب السيدات والفتيات ولله الحمد. اقتحام الفتاة السعودية لأكثر من مجال كان حصراً على الرجال في زمن مضى. نخدم المرأة في جوالها، في أيبادها، في الحاسبات، سوفت وير وهارد وير، أيضاً يقدمون دورات صيانة، مستلزمات جميع أنواع الجوالات متوفرة عندنا. فكرة المشروع أنه نحافظ على خصوصية المرأة وندعم المرأة في أنها تعمل بمجال ممكن نكون نقول أنه ذكوري سابقاً، لكن الآن ممكن دخلت فيه المرأة تعمل فيه بإتقان. في زوايا أخرى من معرض منتجون الذي ضم الكثير من المستثمرات من المنزل، نجد مشاريع طموحة تحاول الوصول والمنافسة لتثبت وجودها كماركة مسجلة. احنا بدأنا بداية بسيطة، كانت بدايتنا من منتجون، تحديدا من أختي الكبيرة، كانت مبدعة بالعائلة انها تسوي الكرك، وقررنا انه يكون شيء مو بس على مستوى العائلة او مستوى الاصدقاء، انه نتوسع ونجرب نكون او نجرب حظنا في منتجون السنة الفائتة، وبدينا في منتجون الحمد لله السنة الفائتة وكمان متواجدين هذه السنة. المعرض أتاح المجال للكثيرات للمنافسة وإيجاد الفرصة لأنفسهن في مجال الإكسسوارات والمكياج. بدأت فكرة المشروع هو أساساً هواية وحب قبل كل شيء، أني أحب هذه الشغلة وهواية، وبدينا فيه قبل 3 سنين. النساء في المجتمع يشكلن طاقة إنتاج وإبداع ويحتاجن للدعم والعون، فهن قادرات على أن يقدمن للسوق العديد من منتجات التراث الوطني. للإخبارية طلال الأزهري، الرياض.